السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا الشيخ بندر أبوي. كم؟ كم المسافة اللي أنت الآن دربلت عليها؟ 418 400 وكم؟ 18 أي أنا مدرب عليها 420 18 20. تأكد أربعمية وخمسطعش أربعمية ثمنطعش أربعمية وعشرين. الهدف بطارية كشاف الكبير، الحجم الكبير. المسافة هات خلني أتأكد منها أكثر يا بندر. أنت وين تدربل على أي مس... على أنت تدربل على آخر الخط؟ لا على نفسها بطارية. أي أحسنت، صح فعلا. البندق باور بلينيوم، اللاينر سوبيريور هافي، والرصاص 30 جرين. عطني المحالة الثانية ال 21 يا بندر. بنجرب الآن الرماية ونعطيكم إن شاء الله تفاصيلها بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله بندر. للأمانة أنا أبوك، ترى الله سبحانه وتعالى جعل الأمانة أمرها عظيم. من كم طلقة طاحت البطارية؟ تأكد. خلينا نقول خمس طلقات. أنت كم تقول؟ ثلاث أو أربع. خلينا نقول خمس. خمس طلقات بطيرة شلوى هذه، الله يستر عليها. من أربع طلقات، بس خلينا نضبط الحسبة، نقول خمس طلقات. خمس طلقات بالبطارية الكبيرة. بنروح الآن نشوفها. والله على ما نقول شهيد، والقضية ما هي قضية تحديات، لكن منافسة شريفة. مشان يا ابوي احنا بغينا نمشي، ما صورنا لكم المسافة. بسم الله. يا شين التصوير كذا. ايوه 422 متر. طبعا اللي قاسها بندر 415 في اخر الخط الابيض هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي بندر، وش اللي مضروبة؟ ثنتين للأمانة العلمية. هذه البطاريات، هذا مكان اللي كنا نرمي منه، المسافة ذيك في أعلى فالأعلى. طيب للأمانة نقلا أنا تجاوزت ورحت أرمي بال 21 بجربه، لأن في أحد الإخوة رمى بال 21 وهذه دخلت ال 21. هذه تشوفونها واضحة، وهذه خروجها. زين، وين اللي بال 30 جرين؟ أي بال 30 جرين. بال 30 جرين ما شو اسمه ما ضربتها، شطفتها. شطفتها من رابع خامس طلقة. هذه هي شاطفتها، شطف. لكن هذا الواحد وعشرين جرين، وفعلا أنا كنت أتوقع أن البطارية قوية، طلعت والله ما هي قوية. المسافة مثل ما قلنا لكم 415 يقول بندر، وأنا أقول 420، لكن عاد خمسة خليها علشان الرابطة. 415 متر.